إذن مشاهدي شوف تيفي تحية طيبة لجميع المتابعين، كنحييكم من مدينة وجدة مطار وجدة أنقاد بطبيعة الحال. إذن إنزال أمني مكثف رجال الدرك الملكي بطبيعة الحال لاستقبال فريق المنتخب الوطني النسوي الجزائري بطبيعة الحال لأقل ب 17 سنة في الإطار ديال التصفيات ديال كأس العالم، يعني المباراة ديالو اللي غادي تكون مع المنتخب المغربي يعني النسوي لأقل من 17 سنة كما كتشوفوا معنا. يعني كاين تواجد أمني كبير للعنصر النسوي والرجالي لرجال الدرك والنساء الدرك هنا ب مطار وجدة أنقاد في هذه الأثناء إخوان الأخوات. نتمنى أنكم تبارطاجيو معنا بطبيعة الحال. إذن المستجد كما قلنا وكما سنقول بطبيعة الحال هو أنه الإعلام الجزائري يروج على أن الاتحادية الجزائرية احتجت على الفيفا على أنه باش المغرب في هذه المقابلة ديال المنتخب الوطني المغربي ما يلعبش بالخريطة، وحنا اللي كنعرفوا بلي أنه الفيفا يعني مصادقة على التريكو اللي غادي يلعبوا به اللي فيه يعني غير العلم، وديجا المنتخب الوطني ديجا لعب به يعني هذا يعني المقابله غادي تلعب بطبيعه الحال لان كاين غير العلم ما كاش خريطه، وهذا التريكو يعني يعني موافقه عليه الفيفا، يعني تدخل السيت تاع الفيفا غادي تلقاو بلي ان التريكو كما كنقولوا حنايا فيه غير العلم ما فيش خريطه. ودابا النظام العسكري الجزائري والكبرانات يروجون على ان يعني الجزائر هي من ضغطت على الفيفا باش انه المنتخب المغربي النسوي ما يلعبش بالخريطه، وهذو مغالطات بطبيعه الحال يعني باش الضوء ماء الوجه ديالهم امام الشعب الجزائري خصوصا امام جمهور اتحاد العاصمه، لان كما كنعرفوا حنا يعني هما راهم في واحد المازق اللي كبير وكبير بزاف للاسف. يعني هذا هو النتيجه ديال ادخال السياسه في الرياضه في انتظار العقوبات التي ستصدرها الكاف على اتحاد العاصمه وعلى الاتحاديه الجزائريه بطبيعه الحال، ويقدروا يتوقفوا ما يلعبوش واحد العامين. وعلى ما اظن ان هذا هو الحاجه اللي راهم باغيينها هما على انه باش ما يلعبش المنتخب الجزائري هنايا في 2025 كاس افريقيا باش الشعب الجزائري ما يدخلش المغرب وما يشوفش يعني المنجزات يعني اللي كاينين. يعني اكبر مثال غير هذا المطار الرائع والجميل اللي هو مطار وجدة أنقاد بطبيعه الحال، وهناك يعني انجازات ومنشات اخرى يعني بجميع المدن المغربيه بطبيعه الحال، يعني من طنجه حتى للكويره. يعني مشينا لطنجه كاين يعني اختلاف اخر، مشينا للكويره، مشينا لكازا، مشينا للرباط، يعني الحمد لله المغرب في تقدم كبير. يعني يعني الترويج ديال هذه القضيه نتاع انه يعني الجزائر هي اللي راسلت الفيفا وهي اللي سيرت الفيفا باش انه المنتخب المغربي ما يلعبش بالخريطه، وغادي يبقى الاعلام ديالهم غادي يبقى يطبل وغادي مجموعه تاع الامور، وهو امر عادي لان كنعرفوا حنايا الجامعه الملكيه المغرب كيحترم القوانين بطبيعه الحال ديال الكاف ولا ديال الفيفا. الكاف الخريطه فاش سبعه يعني صادق عليها وكاينه في السيس ديال الكاف يعني بالخريطه بهذا المعنى التوني ديال النهضه البركانيه. بالنسبه يعني للفيفا كذلك يعني التوني اللي مصادق عليه هو بالعلم، يعني المغرب كيحترم اذا كان التوني فيه العلم. غادي نعطيكم واحد المثال، لو كانت مثلا انه النهضه البركانيه كان التيشيرت اللي مصادق عليه الكاف غير بالعلم كانوا غادي يلعبوا غير بالعلم. دابا كان حتى بغى المغرب بغى يدير الخاطر باش انه مثلا في حاله وهذه ما تكون لهمش نديروا غير الاعلام غادي ناخذوا عقوبات، لان هذاك هو التريكو اللي مصادق عليه. مثلا التريكو اللي غادي يلعب به المنتخب المغربي مع المنتخب الجزائري النسوي بطبيعه الحال في هاد اليومين هادو هو اللي مصادق عليه، يعني في السيت ديال الفيفا كتدخل كتلقى مثلا تريكو احمر، تريكو البيض، تريكو خضر، ثلاثه تاع الانواع تاع التريكويات وفيهم الاعلام. هذاك هو اللي مصادق، هذاك هو اللي غادي يلعبوا به كي كتجي الماتش قبل بنهار ولا بقيت تاع لونترينمون كتلقى هذيك اللجنه تاع الفيفا مثلا ولا ديال الكاف اخر كيتلاقاو كيديروا اجتماع كيختاروا التريكويات اللي غادي يلعبوا بهم، شكون الحكام، شكون هذه يعني هذه امور حنا اللي كان يعني اللي معروفه. يعني المغرب كيطبق القوانين بهذا المعنى. هذا الماتش اكبر دليل، هذا الماتش هذا
غادي يلعب بالخريطه تاع المغرب يعني عادي. لان علاش هو محترم القانون ديال الفيفا؟ لان نفسي ديال الفيفا كندخل غادي تلقى تريكو ديال المغرب فيه الاعلام ديال المغرب ما فيش خريطه. هذا المعنى دخل الكاف بالنسبه للهضره بالكانيات لقى التيكو ديالها فاليدي على اساس انه فيه الخريطه تاع المغرب وغادي ينوضوا كاع يبغيو يبدلوا التريكو يديروا غير الاعلام غادي تجيهم عقوبات لا للجامعه الملكيه لكره القدم ولا النادي الهضره بالكانيات. اذا يعني هذو مغالطات كيحاول الاعلام الجزائري انهم يروجهم لانه ضغط على الفيفا على اساس انها كما نقولوا حنايا تضغط على المغرب باش ما يلعبش بالخريطه وغادي يغلب الاعلام وغادي يقول لك هذا انجاز كبير. وهذه غير باش حنايا الاخوان الاخوات باش نحطكم في الصوره لانه يعني امر عادي المغرب غادي يلعب يعني التيشيرت ديالو فيه غير الاعلام لان هذاك هو التيشيرت اللي مصادق عليه يعني في الفيفا دخلوا السيت غادي تلقاوه هذا المعنى. هذا يعني باش ما بقاش يكذبوا عليكم الاخوان الجزائريين على انه ضغطوا ولا شي حاجه ولا بهذا المعنى. هذا الشيء اللي كاين الاخوان الاخوات. محكم من جال الدرك الملكي هنايا يعني اجراءات امنيه مشدده بطبيعه الحال كنشوفوا لانه تبارك الله يعني كاين شي فرق امني. هذه الحافله التي ستقل يعني المنتخب الجزائري النسوي الى مدينه السعيديه يعني حافله رائعه بعد من هذا. وكاين حتى يعني سيارات كاين ترونسبور كاين يعني مجموعه تاع الامور اللي باش انه ان شاء الله باش حنا عودنا المغرب يعني بلد ضيافه باش يكونوا يعني في اكمل الاريحيه ديالهم وفي الراحه ديالهم. هذا المعنى. هذا حنا كنحاولوا دائما اخوان اخوات اننا يعني نوصلوا لكم يعني باقيه تقريبا واحد الساعه الا ربع توصل الطائره. على جدير الذكر انه المنتخب النسوي الجزائري يعني وصل اليوم صباحا الى مدينه الدار البيضاء. غادي يعني تاع الباسبور تاع داك الشيء راه طبع تما في كازا. اذا هنا غادي تجي الطائره مباشره وغادي يخرجوا مباشره يعني ما غادي يطبعوا ما حتى شي حاجه بهذا المعنى. هذا الحراسة الأمنية التي سترافق الحافلة بطبيعة الحال إلى مقر الإقامة. يعني حضور قوي هنا لرجال الدرك الملكي كنعرفوا بأن رجال القوات المساعدة هم حاضرين هنايا يعني باش ينظموا هذا الوصول وهذا الاستقبال اللي استقبال بصراحة مشرف. حنا كنحاولوا نقول لكم الأجواء هنايا من خارج المطار بطبيعة الحال.